بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام. لك الحمد كثيرة كما تنعم كثيرة. لك الحمد على ما أتممت علينا شهرنا، وعلى ما يسرت لنا من إتمام قرآننا يا رب العالمين. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت إلينا خير كتبك، وشرعت لنا أفضل شرائعك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك التي ليس بها التباس، لا إله إلا الله المتوحد في الجلال في كمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به من النعم، وادفع عنا به من النقم. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوتك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا جلاء، ولأبصارنا ضياء، ولقلوبنا نورا، ولأسقامنا دواء، ومن الذنوب ممحصة، وعن النار مخلصة، وإلى أعلى جناتك قائدا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العمل بكتابك، ارزقنا التخلق بكتابك، والتأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا حجة علينا، يا إلهنا وخالقنا ورازقنا. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وتلاوتنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت.
تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان غافر الذنوب والخطيئات، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والإخوة والأحباب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، لا تطردنا عن جنابك، لا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً سخياً رخياً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك، واتباع سنة نبيك، وإظهار دينك، وإقامة حدودك يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى صراطك المستقيم، أعنهم على القيام بوظائف دينك القويم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق، وقولك الحق، ودعاؤك حق. نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت،
خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم برحمتك وفضلك أصلح أحوال المسلمين، أصلح أحوال أمة سيد المرسلين، اللهم آمنهم في أوطانهم، أصلح أحوالهم، أرخص أسعارهم، ولي عليهم خيارهم، اكفهم شر شرارهم. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الجنان، وأن تعيذنا من الجحيم والنيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق علماء المسلمين ببيان الحق والدعوة إليك، اللهم اجمع قلوب الدعاة إلى سبيلك على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة عين لمجتمعاتهم وأسرهم وآبائهم وأمهاتهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهم العفاف والحشمة والحياء، وأعذهن من التبرج والسفور يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد بديننا سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره يا أكرم الأكرمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم، واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، وفارقنا الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز ويا غفار. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك، ارحمنا يوم العرض عليك، ارحمنا إذا شخصت الأبصار، ارحمنا إذا حفيت الأقدام، ارحمنا إذا عريت الأجسام،
ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس الأنام، وجيء بجهنم تقاد بألف زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من كل الآفات، وعمها بالخيرات والبركات، وطهرها من المعاصي والمنكرات. ادفع عنا الغلاء والوباء والرياء والزنا يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العز والنصر،